بإجابتك أحمد، في ناس خرجت من المنافسة، المنافسة ما بين ثلاثة بس لحسم لقب أفضل لاعب الموسم الثاني لعبقرة الأصحاب. أحمد صبح معك كم نقطة؟ 35. لو إجابتك صح في السؤال الرابع والأخير هتبقى 55 نقطة، هتحصل على لقب أفضل لاعب الموسم الثاني لعبقرة الأصحاب. أحمد الشيخة 45 نقطة، فرصتك في السؤال الأخير. أحمد أبو المجد متقدم معاك 50 نقطة، فرصتك في السؤال الأخير. هنشوف هيحصل إيه. أحمد مدحت مدرسة عمر بن الخطاب، اتفضل السؤال الرابع والأخير واللي هيحدد مين البطل للموسم الثاني عبقرة الأصحاب. جوكر عمر بن الخطاب، بيحبوا الجوكر طبعا، مش ممكن. طيب السؤال الرابع والأخير، أحمد مدحت من حقك تختار موضوع السؤال. في المنافسة أحمد صبح، أحمد الشيخة، وأحمد أبو المجد. معلومات عامة. معلومات عامة، أتفق معاك. سؤال في المعلومات العامة، اللي إجابته صح هيحصل على لقب أفضل لاعب الموسم الثاني عبقرة الأصحاب. قبل ما أسأل السؤال عايز أحيي التمانية اللي لعبوا النهاردة على لقب أفضل لاعب. كانت منافسة قوية وروح رياضية جميلة بينهم وبين بعض. سؤال الأخير معلومات عامة، والسؤال هو ما هي الدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها أكبر عدد من الفائزين بجائزة نوبل حتى عام 2019؟ أحمد أبو المجد لو إجابتك صح ألف مبروك، كاس أفضل لاعب للموسم الثاني للعباقرة. إجابتك المملكة المتحدة. المملكة المتحدة، في إجابة تانية؟ ما أعرفش. المملكة المتحدة، أحمد أبو المجد إجابة صحيحة. ب132 جائزة. ليها ألمانيا. مين الأولى في العالم؟ فرنسا. أمريكا. أمريكا الأولى في العالم. أمريكا، بريطانيا، إنجلترا الثانية، ألمانيا الثالثة، فرنسا الرابعة. ألف مبروك أحمد أبو المجد، كاس أفضل لاعب الموسم الثاني لعبقرة الأصحاب. هارد لك يا صبح، فرقت على سؤال يا صبح. كانت الإجابة عندك؟ أكيد طبعًا. كانت عندك. خطف منك البازر؟ مفيش نصيب. معلش يا صبح، معلش معلش معلش. هارد لك يا صبح، فعلا هارد لك، هارد لك. فرقت على ثانية. هارد لك. كلنا نحيي أحمد صبح.